عيلة رغم فقرها مش بتعطي، عندها مبدأ في الحياة واطي، يعني ما يصعبش عليكم ان هم كلهم عواطلية وساكنين في حتة ملهاش رمق وبيسرقوا الواي فاي من الجيران زي ما معظمنا بيعمل لما يكون النت قاطع. دول في الحقيقة مصدر قلق، يعني أخيرا ربنا لما فتحها عليهم وجه لابنهم صديق بيعرض عليه وظيفة إنه يدرس مكانه بنت عائلة ثرية لأنه بيثق فيه جدا وهو بيحب البنت دي وعايز لما يرجع من السفر يعترف لها بحبه. بس صاحبه سافر من هنا وهو صاحب حبيبته من الناحية التانية، أكيد عشان يحجزها له، مش خيانة لأ. لكن قبل ده لما دخل بيت العائلة الثرية وانبهر واكتشف ان ليهم ابنه صغير موهوب جدا في الرسم بس مفيش مدرسة راضية تجيله عشان شقي جدا، فقال لصاحبة البيت هو انا ما قلتلكيش مش انا اعرف واحدة دارسة فنون برة وتخصص اطفال بالذات؟ قالت له بجد؟ هتهلي بسرعة. قال لها مش عارف هي مشغولة ولا لأ بس هحاول. قام جايب اخته. أخت أول ما دخلت اندمجت في الجو قوي وعرفت تقنع صاحبة البيت إن هي دارسة علم نفس وبتعالج بالفن، فابنك بقى كان بيعاني من صدمة وهو صغير فمحتاجين بقى نديله دروس كتيرة مكثفة عشان مصلحة ابنك مش عشان خاطر الفلوس ولا حاجة. أخت عملت حتة دي مقلب في سواق العائلة الثرية وخلتهم يفهموا غلط، فبيدوروا دلوقتي على واحد جديد. أطلب هو انا ما قلتلكمش ده في سواق مخضرم كان عند عيلتي بس عيلتي سافرت شيكاغو دلوقتي ومعروف بقى باخلاقه وادبه واتزانه، بس انا مش عارفه هو مشغول دلوقتي ولا لا. فصاحبه البيت قالت لها طب حاولي تشوفهولي كده. فقامت جايبه ابوها. مش بس كده، دول عملوا مقلب جامد جدا في مدبره المنزل وخلوها تطرد وقاموا جايبين امهم. شفتوا بر الوالدين والترابط الأسري؟ كده بقى هم الأربعة شغالين في البيت. العائلة الثرية طلعت معسكر من هنا والبيت بقى عزبة أبوهم من ناحية تانية، يعني في الجناين وقاعدين نايمين في أي حتة ومبرطعين شاور وواخدين، وكل ما لذة وطب من الأكل والشرب طفحين، يعني كده من الآخر خدمة 5 نجوم. فجأة مدبرة المنزل القديم خبطت جامد على الباب وقعدت تتحايل على أمهم إن هي تفتح لها عشان نسيت حاجة من مستحقاتها في البيت قبل ما تمشي. كانت نسيت جوزها، أصل هي كمان كانت مخبيها في خندق في الفيلا وكانوا خربينها هما كمان ومقضيينها قبل ما عائلة الأبطال دي تيجي. ولما اكتشفوا إن هما الاتنين نصابين مش يداروا على بعض، لأ دي ابتدت المعركة. هبا في لحظة واحدة جالهم تليفون من العيلة الغنية انهم لغوا المعسكر وفضل لهم 8 دقايق ويبقوا على الباب. حبسوا مدبرة المنزل القديمة وجوزها في الخندق ونظفوا بسرعة واستخبوا تحت الترابيزة. وفي اللحظة دي سمع الأب ان صاحب البيت بيقول عليه ان ريحته وحشه جدا وبتقرف منه. المهم ان هم عرفوا يهربوا، لكن اليوم ده كان فيه سيول جامده جدا والبلعات طافحه، حتى ان بيتهم الاصلي اللي تحت الارض غرق. المشهد ده وضح قوي معاناه الفقراء وقد ايه الاغنياء ما بيحسوش بحد ومحاطين بالامان. الفيلم بقى فاجئنا ان مره واحده من غير اي مبشرات قلب الكوميديا نكد السنين، اللي هو انا كتر خيري ضحكتكم في اول الفيلم كفايه كده نعيط بقى. واولهم ان محدش خد باله ان مدبره المنزل القديمه اتزقت من فوق السلم في الصراع اللي حصل وادى الى وفاتها. ركزوا بقى معايا على اللي احنا داخلينه دلوقتي. البسكويته صاحبه البيت قررت تعمل عيد ميلاد لابنها وعزمت كل الناس. في اللحظة دي جوز مدبرة المنزل القديمة قرر ينتقم، انبطح ابنهم بطحة ودخل طعن اخته
يقوم جاي بقى لابن العائلة الثرية تشنجات من هول اللي حصل. فعيلته طبعا تغاضوا ان في واحدة غرقانة في دمها بتموت، وقرروا ينقذوا ابنهم. بس الاب بقى من القهر قام جايب سكينة وضرب صاحب البيت اللي شغال فيه. يعني يا جمال الاحداث، اول الفيلم تبقوا مستمتعين وبتضحكوا كده، تحسوا ان انتوا هتدعوا للكاتب، واخره بتدعوا عليه. على العموم بنتهم ماتت، والام والابن خدوا اطلاق سراح مشروط، والاب هرب من البوليس واستخبى في الخندق السري في البيت. وابنه في الاخر كان بيكتب رسالة مليانة حزن واسى، وقال ان هو هيحاول يشتغل بجد المره دي ويحوش فلوس كتيره ويشتري البيت الكبير اللي ابوه محبوس فيه. فاعتني بنفسك حتى هذا الوقت، يعني ان كان لنا عمر. الفكره في الفيلم ان هو بيطرح سؤال مهم: من الغلطان ان ينتشر الحقد والغل ده كله؟ هل الغني اللي معاه فلوس ومتكبر، ولا ذنب الفقير اللي بقى جشع بسبب الظروف اللي مر بيها؟ من الطبيعي ان يبقى فيه حقد ما بين فقير وغني، بس هو وضح نقطة ان اكتر ناس بتيجي على بعض هم الفقراء. وانتوا قولولي مين فيهم من وجهة نظركم اللي غلطان؟ في بنتين لطاف قالولي هقول اساميهم: نرمين اسامة وصباح جواد. واحب اقول لمقاريوس: كل سنة وانت طيب، عقبال سنين كتيرة قوي تحقق فيه اكتر من اللي بتحلم بيه. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم النهاردة، وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويدة من صفحة كوريا أنيو.